عيد آخر يمر على أبناء المعتقلين في سجون الحوثي بعيداً عن آبائهم. هذا العيد ككل عام كان أهالي الأسرى والمعتقلين بتعز يمنون أنفسهم باكتمال الفرحة. تلاشت أي آمال بعودة المعتقلين إلى ذويهم مع شروق شمس يوم العيد. نام الأطفال وهم يحتضنون صور آبائهم بانتظار عودتهم في أي لحظة بعد أنباء عن مبادرات لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي. زوجي اختطف من نقطة الحوبان قبل 5 سنوات وفي ميليشيا الحوثيين وعلش أي حاجة. نحن منتظرين له واجي عيد الفطر، والجهال قال يعني يعيشون في ألم وحزن. المئات من أبناء محافظة تعز تكتظ بهم المعتقلات الحوثية. هؤلاء كان من المفترض أن تشملهم مبادرات تبييض السجون مؤخراً. الشهر الماضي كان الأسوأ على المعتقلين. تقول رئيسة رابطة أمهات المختطفين في تعز إن 4 من أبنائهن توفوا في السجون الحوثية خلال شهر رمضان في ظروف غامضة. ظروف الوفاة المأساوية للمعتقلين دفعت الحكومة إلى التحرك وإطلاق مبادرة شاملة للإفراج عنهم. أكثر من 700، بالنسبة لنا كمدنيين أكثر من 750 مختطف ويزيدون، هذا الذي رصدناه فقط، وأما الإحصاء فهو عدد كبير جداً. وقد سمعنا مبادرات والتي أطلقتها مثلاً الحكومة الشرعية وأطلقتها الجهات مختلفة. تقول السلطات اليمنية إن الحوثيين لم يستجيبوا لمبادرة تبادل الأسرى والمعتقلين حتى الآن، وفي انتظار استجابة الحوثيين يواصل أبناء المعتقلين الجلوس على أبواب منازلهم عشية كل عيد، عسى أن يطل غائب طال انتظاره.